رجال قضوا سنين أعمارهم في بناء وتأسيس حياتهم، نساء يكافحن من أجل بيوتهن وتربية أبنائهن. أطفال بعمر الورود يلعبون ويمرحون ببراءة غير مدركين ما معنى الإرهاب والتهجير والقتل والدماء. يجب أن تترك بيتك، حياتك، وطنك وتغادر. كلمات وقعها أثقل من الجبال، وبين ليلة وضحاها عليك أن تبدأ حياة جديدة لا يعرف مصيرها، وتنسى سنوات العمر الذي مضى وتبدأ من جديد. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماء. قبل عامين سقطت الموصل بيد الإرهابيين، فأجبروا أهلها على تركها والتخلي عن كل ما يملكون من أجل إيمانهم وشهادة للسيد المسيح. ففي الذكرى الثانية لسقوط الموصل وتهجير أهلها منها ومن بلدات سهل نينوى، أحيت جموع المؤمنين الذكرى بوقفة استذكارية وصلاة جماعية في كنيسة سيدة الكرمل للاتين في الهاشم الشمالي. وترأس الأب زهير جيجي راعي كنيسة السريان الكاثوليك في عمان هذه الوقفة مخاطباً الحاضرين بكلمات الرجاء والأمل والدعوة المستمرة للصلاة من أجل السلام في بلدهم الغالي العراق والعالم أجمع. أكيد هذه الوصية اللي يعطيني إياها اليوم الرب يسوع لازم تكون هي دائماً مصدر إلهام لنا ومصدر قوة ومصدر رجاء حتى نعيش دائما في كل وقت بروح الإنجيل بأي أرض كنا. وإذا نتذكر كلمات آباء الكنيسة كثير منهم كانوا يقولون بأنهم المسيحيين يعيشون في هذا العالم لكن هم مو من هذا العالم. وابتدأت الوقفة بالصلاة وقرع أجراس الكنيسة، وساد الهدوء جموع المؤمنين الذين كانوا يؤدون صلاتهم بصمت وخشوع، مترحمين على أرواح الشهداء وضارعين لله القدير بالعودة السريعة إلى الديار وأن يعم السلام ربوع الأوطان. حضرة حبيني صوت الحيل وسميني نسيني في الطاعة الوعيد الساعة. أكيد إحنا مشتاقين للعراق هواية لأن هو بلدنا اللي انولدنا بيه ويعني عشنا بيه 20 سنة أنا عايشة بالعراق، فمو بسهولة إنه ننسى بلدنا. إحنا يعني أكيد بنشتاق لبلدنا ونشتاق للعراق ونشتاق القرقوش مكاننا الأصلي. يعني إن شاء الله إن شاء الله ترجع الأمور ونرجع والله كريم. عيون ترنو إلى العلا وقلوب تتضرع وتصلي إلى رب السلام أن يمنحنا السلام.